إن علم الساعة عند الله عز وجل لا يعلمها إلا هو، كما قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة، وكما قال جل في علا إليه يرد علم الساعة، وكما قال سبحانه وبحمده إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وكما قال جل في علا قل إنما علمها عند الله. فكل من ادعى تحديدا زمانيا بسنة أو شهر أو يوم أن الساعة واقعة فيه فهو مكذب للقرآن العظيم ومرجف في خبره، ذاك أن الله أخفاها عن سادات خلق جبريل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يطلع الله عز وجل على الساعة ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل هي غيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، إلا أن الله من رحمته أقام من الشواهد والدلائل ما يدل على قربها، بل أخبر بقربها في محكم كتابه كما قال جل في علاه اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقد أخبر الله جل في علاه عن أن هذه الساعة لها من الأمارات ولها من النذر ما ينبغي أن ينتبه له الناس وأن يعتبروا بحدوثه ووقوعه، ففي ذلك ما يسترهم عن أن يمضوا في غفلتهم التي تحول بينهم وبين التفكير في الآخرة والعمل لها وإصلاح دنياهم وإصلاح دينهم والقيام بما أمرهم الله تعالى. فإن الواجب على المؤمن أن يعتبر بتلك الشواهد وتلك الأمارات والعلامات التي تدل على دنو الساعة وقربها، والساعة أمر يأتي بغتة وعلى حين غفلة وبسرعة، يقول الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة ما شأنها ووقوعها إلا كلمح البصر، كما يرمش الإنسان في سرعة الوقوع والحدوث أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وقد قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب،